الأستاذ أحمد العقيل وهو الأخصائي التحليل معادن للحديث أكثر اليوم. أنتم يعني ماذا يعني لكم وجود هذا المؤتمر كشباب يعملون في هذا المجال؟ شكرا لك أخوي منصور. طبعا اليوم لما يكون مؤتمر بحجم المؤتمر الدولي للتعدين يقام في المملكة العربية السعودية ويمثل جميع الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي وسط آسيا، هذا يعني التزام المملكة الكبير والتوجه الكبير على القطاع التعدين، وعلى كذلك أن يكون الرياض اليوم والمملكة هي وجهة تعدينية إن شاء الله في المستقبل. الشيء المهم أن احنا اليوم نتحدثنا في هذه المنطقة الكبيرة وجود كما ذكر معالي الأستاذ بندر خريف وجود كمية كبيرة من المعادن الغير مكتشفة اليوم، فهذا يعطي حافز كبير لجميع المختصين في قطاع التعدين عالميا على الدخول في المنطقة وبداية عمليات الاستكشاف، خصوصا أن اليوم دور المعادن راح يكون جدا كبير في بالطاقة النظيفة والطاقة البديلة في المستقبل. كشباب اليوم هذا يعطينا دافع كبير أن ندخل في تخصصات التابعة لقطاع التعدين كالجيولوجيا والجيوفيزيا وهندسة التعدين وغيرها، لأن لها راح يكون لها مستقبل كبير مع عمليات الاستكشاف المستقبلية في المنطقة ومع تنوع مصادر الشركات المختلفة اللي راح تكون إن شاء الله بداية ثمرتها من هذا المؤتمر التعدين الدولي. وش التحديات اللي يفترض أيضا اليوم يذللها المؤتمر خاصة لفئة الشباب اللي تشتغل في مجال التعدين؟ طبعا التوافق الكبير اللي راح يكون، الأهداف الواضحة للقطاع راح تكون بصورة أكبر، الشفافية الكبيرة اليوم اللي تمتثلها المملكة بوضع القطاع التعديني اللي راح يكون له دور كبير لمعرفة الحضور عن توجه المملكة في هذا القطاع، أن يكون بإذن الله ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، كذلك وحصول العالم على فكرة أكبر عن كمية المعادن الغير مكتشفة والغير مستغلة في المملكة وفي الدول الأخرى شرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا. طيب خليني أختم معك أيضا بالطموحات اللي يعني تملأ الشباب العاملين في هذا المستقبل، خاصة إذا تحدثنا عن مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل. صحيح أستاذ منصور، اليوم عندنا جيولوجيين سعوديين، مهندسين تعدين سعوديين، كذلك نطمح في المستقبل لتزايد هذا العدد اللي راح يكون بدوره إن شاء الله يساهم في تنمية القطاع بشكل مباشر وغير مباشر. عندنا جيولوجيين على مستوى عالي، وأكيد الجامعات السعودية اليوم تحرص على تخريج جيولوجيين وممثلين في القطاع بأفضل درجة علمية ليخدمون القطاع وبعدها إن شاء الله يكونون قيادات في المستقبل لهذا القطاع. أشكرك أستاذ أحمد العقيل أخصائي تحليل معادن، كنت معنا خلال هذه الدقائق. إذن هذا ملخص حديثنا مع ضيفنا أستاذ أحمد العقيل.